السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الفيديو النهارده ان شاء الله برضو هنتكلم باذن الله على لاب 4 في كورس ديجيتال كوميونيكيشنز. ولاب 4 المفروض بيتكلم على توبكس كده ريليتد ببعض، اللي هم اللاين كودنج والماتشد فلتر. فخلينا نبتدي الاول كده بفكره اللاين كودنج. بص، احنا المفروض حاليا يا شباب احنا خلاص بقى عندنا الداتا بتاعتنا بقت اللي هي ديجيتال ريبريزنتيشن، يعني بقت عباره عن كده كود، عباره عن مكون من وحيد وصفار بيعبر لي عن الداتا بتاعتي. بس الوحيد والاصفار دول هم حاليا او في الوضع الحالي هم مجرد ديجيتال ريبريزنتيشن، يعني ما لهمش فيزيكال فورم. اقدر اقول ان الفيزيكال فورم دي بستخدمها عشان ابعت الداتا بتاعتي. طيب، فاحنا فكره اللاين كودنج ببساطه ان احنا هنبقى عايزين نشوف طريقه ريبريزنت بيها كل بيت بنبعته، يعني عايزين نديله شكل فيزيكال فورم او شكل ريكتيكال سيجنال معينه نستخدمها واحنا بنبعت. يبقى انا كده عارف ان الوال لما احب ابعت 1 يبقى هديله ريكتيكال سيجنال او فيزيكال فورم معينه، ولما احب ابعت 0 يبقى هبعته بشكل تاني. طيب، احنا عاده كده باي انتويشن، يعني لما بيظهر عندنا ستريم بالشكل ده عاده اصلا احنا كنا بنعمل حاجه مشابهه لكده في دماغنا، بس يعني كنا بنقول ايه مثلا ان ال 1 يبقى هبعت سيمبل سي مثلا هسميه جي 1 اوف تي، هو عباره عن بالس كده ليها ديوريشن هو ديوريشن البت، وبيبقى ليها بوزيتيف فاليو بغض النظر البوزيتيف زي هيبقى بكام سي مثلا هسميه ايه. وعاده كنا بنقول ان الزيرو هنعبر عنه برضه بزيرو طول ديوريشن التي بي. وخلاص انا بقى لو ظهر عندي مثلا ستريم بالشكل ده هشوف مثلا لو هبعت 1 يبقى هبعت بوزيتيف بالس تايم بتاعها تي بي، بعد كده هيجي لي 0 فهمشي 0 لمده تي بي، يبقى انا كده وصلت لتايم 2 تي بي. بعد كده جالي 1 تاني يبقى هكمل ل 1 لمده تي بي، جالي 1 بعديه هكمل ب 1 تاني لمده تي بي، جالي مثلا 0 يبقى هكمل 0، جالي بعد كده 2 ورا بعض يبقى هبعت 1 وبعديه 1 كمان، يبقى كده تي بي 2 تي بي 3 تي بي وهكذا. يبقى انا ايه كونت الستريم بتاعي. هو في الحقيقه اللي انتوا عملتوه ده او اللي احنا كنا دايما بنعمله كده في دماغنا ده هو ده فعلا اللاين كودنج، ان انا اديت فيزيكال ريبريزنتيشن او شكل الكتريكال سيجنال واحد يعبر لي مثلا جي 1 اوف تي، ده اقول ان هو بيعبر لي لما احب ابعت بيت 1 هبعت سيمبل بالشكل ده، ولما احب ابعت 0 اللي هو مثلا يبقى انا هبعت جي 2 اوف تي اللي هي عباره عن 0 في الديوريشن ده. فده تايب اوف لاين كودنج او واحد من اللاين كودنج تكنيكس فعلا المستخدمه. طيب، هل ده الشكل الوحيد؟ احنا دايما كنا يعني احنا دايما كنا في دماغنا كده لحد دلوقتي ان ال1 هبعته بالشكل ده وال0 بيتبعت بالشكل ده حتى من غير ما يبقى في دماغنا ده اصلا شكل لاين كودنج. بس هو في الحقيقه اللاين كودنج ممكن يتعمل بطرق مختلفه، يعني في تكنيكس مختلفه، مش لازم التو سيمبلز دول هم اللي يستخدموا، ممكن الترانسميتر والريسيفر يبقى متفقين على شكل تو سيمبلز مختلفين، واحد يعبر لي عن ال1 والتاني يعبر لي عن ال0. فاللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي هم التكنيكس المختلفه دي. اول تكنيك عندنا هو اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو. اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو ده هو الديفولت اللي انتوا دايما كنتوا بتستخدموه، ان انا لما احب ابعت 1 ببعت بوزيتيف بالس الديوريشن بتاعها تي بي، ولما احب ابعت 0 ببعت 0 لمده تي بي. تمام. طيب، فده كده اول تكنيك عندنا. وبرضو عشان يبقى الاسم كده مفهوم، يوني بولر او نقطه يوني بولر دي بيبقى مقصود بيها ان انا ما عنديش غير بولاريتي واحده، انا ببعت بوزيتيف ايه بس ما ببعتش بحاجه نيجاتيف، لما احب ابعت 0 ببعت 0. تمام. طيب، تاني تكنيك يوني بولر برضو بس المره دي اسمه ريتيرن تو 0. احنا اللي قبل كده كان يوني بولر نون ريتيرن تو 0، طب المره دي لا، احنا يوني بولر ريتيرن تو 0. زي ما قلنا من شويه يوني بولر يعني انا ما عنديش غير بولاريتي واحده، فال 1 هبعته بوزيتيف بالس، بس الاختلاف بقى ان انا هنا لو ده ديوريشن التي بي بتاعي فانا في وسط الديوريشن بنزل للزيرو، يعني انا عند تايم تي بي اوفر 2 بتحول من بوزيتيف بالس برجع للزيرو. فيبقى الشكل ده او السيمبل اللي هو الجي 1 اوف تي ده بستخدمه لما احب ابعت بت 1. طيب، الزيرو انا شغال اني بولر فما عنديش غير بولاريتي واحده، فالزيرو بيفضل زيرو طول ديوريشن ال تي بي، يبقى ده كده السيمبل اللي بيعبر لي عن الزيرو. فانا لما احب ابعت 1 هبعت حاجه بالشكل ده، ولما احب ابعت 0 هبعت حاجه بالشكل ده. طب، فيبقى انا كده ترم ريتيرن تو 0 ده معناه ان انا التكنيك اللي ببعته او بستخدم ابعت بيه لو في اي بالس هي في وسط الديوريشن هتنزل للزيرو. فلو جيت كده حبيت ابص على الستريم اللي انا حاطه ده هبعته ازاي، يعني جيت قلت مثلا ده كده اول دي او الديوريشن بتاع اول بت، تاني بت، تالت بت، زي مثلا خلينا نكتفي ب 4 بيتس وخلاص، ادي كده عندي ده تايم تي بي
اتنين تي بي، تلاتة تي بي، أربعة تي بي. أنا أول بيت عندي 1، فال1 يبقى أنا هبعت بوستة بالص بنص الديريشن، بعد كده هنزل للزيرو وافضل مكمل في الديريشن ده زيرو، يبقى ده كده السيمبل اللي بيعبر لي عن اول بيت اللي هو ال1. طب جالي بعد كده هنا زيرو، الزيرو ببعت زيرو بالس طول الديريشن. طب جالي بعد كده 1، يبقى هبعت بوست بالس نص الديريشن وبعد كده هنزل للزيرو. طب يبقى ده ادي كده، ادي ده زيرو وادي ايه البيت السيمبل بتاع البيت ال1. طب اخر بيت عندي هبعته اللي هو مثلا البيت ده ال1 ده، فبرضه هبعت بوست بالس نص الديوريشن وبعد كده هقوم ايه نازل للزيرو. فده كده ببساطه التكنيك بتاع اللاين كودينج ده. طيب عندي هنا سؤال، هل انا الشكل بتاعي يعني شكل السيمبل بتاعي بقى مقسم كده لجزئين بس، هل البيت ديوريشن اللي هو ديوريشن البيت اتغير؟ لا، ديوريشن البيت هو ريليتد هنا بالبيت ريت اللي انا ببعت بيه. يعني انا مثلا لو الار بي سي مثلا عندي 1 كيلو، يبقى ديوريشن البيت هنا هيبقى 1 على 1 كيلو اللي هي 1 مللي سكند. فديوريشن البيت ما اتغيرش بيز ده انا ببعت ايه بالظبط، هو في الاخر السيمبل ده كله كده على بعضه بيمثل لي بيت واحد. تمام. طيب بقيه التكنيكس، بولر نان ريتيرن تو زيرو. اول حاجه كده نان ريتيرن تو زيرو ده بقى كده معناه ان انا اي بالص موجوده عندي في السيجنالز اللي ببعتها مش هترجع للصفر في النص. طب ايه بقى المقصود ببولر؟ المقصود ببولر ببساطه ان بقى عندي تو بولاريتيز ممكن استخدمهم وانا ببعت. فالجي 1 اوف تي اللي هو بيعبر لي عن بيت 1 هبعت بوست بالص طول ديوريشن البيت بالشكل ده امبليتيود ايه مثلا، والزيرو انا بقت عندي بولاريتي ثانيه متاحه فهبعت نيجاتيف بالص طول ديوريشن البيت، يبقى ده كده ايه نيجاتيف ايه. فيبقى جي 1 اوف تي ده اللي بيعبر لي عن بيت 1، وجي 2 اوف تي اللي يعبر لي عن بيت 0. فيبقى بالشكل ده كده لو حبيت ابعت الاستريم بتاعي ال1 هبعته بوزيتيف طول ديوريشن البالس، دي كده ال1 طول ديوريشن التي بي. طب الزيرو هبعت نيجاتيف بالس بالشكل ده طول الديوريشن برضو بتاعي لحد تايم 2 تي بي. وبالتبعية بقى جالي 1 بعده هبعت بوزيتيف بالس، جالي 1 كمان هبعت بوزيتيف بالس كمان، وافضل بقى مكمل وهكذا وهكذا. طيب بولر ريتيرن تو زيرو، الاختلاف الوحيد ان هو بدل النار ريتيرن تو زيرو هنا بقى ريتيرن تو زيرو. ف ويزن ديوريشن التي بي لما احب ابعت ال1 هبعت بوست بالس نص الديوريشن، والنص الثاني هبعت زيرو. يبقى ده كده الجي 1 اوف تي اللي بيعبر لي عن بيت ال1 والامبليتيود بتاعي هنا ايه. طيب جي 2 اوف تي هيبقى عباره عن ايه؟ انا بولر فيبقى هبعت بوست نيجاتيف بالس سوري نص ديريشن البت، بعد كده هرجع للزيرو مره تانيه. فيبقى ده كده السيمبل اللي بيعبر لي عن بت زيرو. وبالتبعيه طبعا لو عندي نفس الاستريم عايز ابعته، فانا ال1 في الاول هبعت بوست في بالس بس في نص الديريشن هنزل للزيرو، يبقى ده كده عند تايم تي بي، ده كده السيمبل اللي بيعبر لي عن اول بت. طيب الزيرو هبعت نيجاتيف بالس نص ديريشن البت، وبعد كده هرجع للزيرو مرة تانية وافضل مكمل بقى وهكذا. طيب لو كملنا باي بولر نان ريتيرن تو زيرو، باي بولر دي بروبرتي جديدة شوية. الباي بولر ببساطة يا شباب ان انا ال1 هبعته بتو ميثودز، يعني انا الجي 1 اوف تي هيبقى عندي تو ميثودز ابعت بيها. الطريقة دي بقى ازاي؟ بصوا معايا، اول حاجة كده في الباي بولر الزيرو بيتبعت زيرو. طب ال1 لو انا عندي اول 1 ده مثلا جاي، فهقوم بعته ببوزيتيف بالس طول ديوريشن البيت بما اني شغال نار ريتيرن تو زيرو بالشكل ده. طب جالي بعدها زيرو، انا كده من عند تايم تي بي هبتدي ابعت الزيرو لحد 2 تي بي، ادي كده 1 0. طب جالي بعدها 1 جديد، في الباي بولر بقى انا بعمل ايه؟ انا هبعت ال1 الجديد ده بس بقى مش ببوزيتيف بالس، هقوم بعته بنيجاتيف بالس بالشكل ده طول ديوريشن البيت بتاعه، يبقى ده كده من 2 تي بي لحد 3 تي بي، وده بيعبر لي عن ال1 التالت عندي. طب جالي 1 تاني بعديه، هقوم بعته ببوزيتيف بالس طول ديوريشن التي بي. فكده ببساطه نقدر نقول ان في الباي بولر
انا بفضل اسويتش في البولاريتي بتاعت السيمبل بتاع الون، مره ببعته ب بوزيتيف بالس بالشكل ده طول ديوريشن التي بي، الوان اللي بعده على طول يعني النكست 1 بت هقوم قالب البولاريتي بتاعت السيمبل بتاعي، هيبقى الجي 1 اوف تي هيبقى نيجاتيف اي طول ديوريشن البت. طب جالي النكست 1 بت هقوم قالب مره تانيه البولاريتي بتاعتي وهكذا، والزيرو هيفضل على طول زيرو. طيب لو دخلنا في الباي بولر ريتيرن تو زيرو، هو ببساطه بس كل هيختلف ان اي بالس عندي هتبقى الوسط الديوريشن بس، فالزيرو هيفضل زيرو بالشكل ده طول ديوريشن التي بي، البالس الاولى بتاعت الوان هيبقى نصها بوزيتيف والنص التاني هينزل لزيرو بالشكل ده، الوان اللي بعده هيبقى نص البالس بتاعتي نيجاتيف وبعد كده يرجع للزيرو، وافضل بقى مكمل وهكذا. فمثلا لو الاستريم ده جالي اللي هو 1011 يبقى اول بالس سي مثلا هتبقى بوزيتيف لحد نص الديوريشن تي بي، بعد كده جالي زيرو هفضل مكمل بزيرو طول الديوريشن لحد 2 تي بي، بعد كده جالي 1 هقوم نازل بنيجاتيف بالس نص الديوريشن لحد نص الديوريشن، وبعد كده اقوم مكمل بزيرو لحد اخر الديوريشن اللي هو 3 تي بي، كده جالي مثلا 1 بعديها يبقى هطلع ببوزيتيف بالس لنص الديوريشن، بعد كده انزل للزيرو لحد 4 تي بي وافضل ايه مكمل بنفس الفكره. طيب اخر تكنيك عندنا هو المانشستر كودنج. المانشستر كودنج ده ببساطه يا شباب ان انا الجي 1 اوف تي اللي هو السيمبل اللي بيعبر لي عن بيت 1 بيبقى نص الديوريشن بوزيتيف والنص التاني نيجاتيف بالشكل ده، النص الاول بوزيتيف والنص التاني نيجاتيف، ده السيمبل اللي بيعبر لي عن ايه بيت 1. طيب الزيرو السيمبل اللي بيعبر لي عن بيت 0 بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان نص الديوريشن الاول هو اللي بيبقى نيجاتيف ونص الديوريشن التاني هو اللي بيطلع بوزيتيف، فكانه هو نفس السيمبل بس البولاريتي بتاعته اتعكست، في ال 1 النص الاول هو اللي بيبقى بوزيتيف، في ال 0 النص التاني هو اللي بيبقى بوزيتيف، يعني النص الاول هو اللي ايه بيبقى نيجاتيف. فمثلا لو هنبعت 1011 لو ده مثلا اول الديوريشن بتاع اول بت وده تاني بت، فيبقى في اول بت هبعت السيمبل بتاعي بالشكل ده، في تاني بت انا 0 فهقوم مكمل كده كده اطلع لفوق اكمل نص الديوريشن التاني بتاعي بوزيتيف. طب جالي 1 يبقى النص الاول بوزيتيف بعد كده ايه نيجاتيف، طب لو جالي 1 بعده يبقى النص الاول برضه بوزيتيف بعد كده ايه نيجاتيف وافضل مكمل. فهو شكل او شكلين ثابتين، ال1 النص الاول بوزيتيف والنص الثاني نيجاتيف، ال0 النص الاول نيجاتيف والنص الثاني بوزيتيف. فده كده ايه المانشستر كودينج. طيب دلوقتي احنا درسنا لاين كودينج تكنيكس مختلفه وكتير، طب هو السؤال هو انا ليه مصدق نفسي بكل ده؟ ما انا كنت استخدم لاين كودينج واحد وخلاص، يعني كنت استخدم اللي هو اليوني بولر نار ريتيرن تو زيرو ده مثلا احنا منطقي وعارفينه وخلاص. هي الفكره يا شباب ان كل لاين كودينج من تكنيك من دول بيبقى ليه ميزه عن التاني. الميزه دي يا اما ان لو جيت ارسم السبيكتروم بتاع السيجنال اللي انا ببعتها دي، ممكن مثلا الاقي ان في تكنيك السبيكتروم بتاعه او الباند ويدث بتاعه اكبر من تكنيك تاني، يعني مثلا تكنيك تاني الباند ويدث بتاعه ايه حاجه مثلا ايه بالشكل ده، فكده انا هلاقي ان الحاجه اللي ليها باند ويدث اقل دي ممكن تكون افضل لي من ناحيه الباند ويدث، فممكن كده الاقي ان في تكنيك افضل من التاني من ناحيه الباندويتس. تاني حاجه ممكن الاقي في تكنيك افضل من التاني من ناحيه الدي سي باور كونسامشن، ان انا الاقي ان انا ببعت محتاج ابعت مثلا دي سي باور، مثلا التكنيك اللي هو اليوني بولر نار ريتيرن تو زيرو ده انا في افريج في السيجنال عندي، فكده يبقى انا ببعت دي سي باور ملوش لازمه بالنسبه لي، فممكن كده ان انا بكونسيوم دي سي باور اكتر. تالت حاجه ان انا الفاريشنز اللي في السيجنال دي ممكن تساعدني ان انا بعمل حاجه اسمها كلوك ريكفري، ان انا بعرف بدايه كل سيمبل فين بالظبط. فببساطة كده انتوا هتلاقوا ان كل تكنيك من دول ليه ميزة وعيب مقارنة بالتكنيك التاني. الميزة دي يا اما سواء في الباندويتس او في الدي سي باور كونسامشن او في ان هو ممكن الفاريشنز اللي في الداتا تساعدني ان انا اعمل كروك ريكفري.
بس احنا في الـ context بتاع الاكسبيرمنت، يعني احنا مش هندخل بقى كل واحد افضل من التاني في ايه، ده في حاجات تانية، بس احنا محتاجين نبقى عارفين بس ايه الثلاثة variations ممكن تكون حاصلة في ايه بالظبط. طيب ده كده بارت اللاين كودنج عندنا. طيب ندخل بقى في تاني بارت اللي هو بارت الماتش فلتر. طيب الماتش فلتر ده المفروض احنا لسه هنفهم ايه فائدته، بس يعني خلينا نتكلم كده نشوف احنا ماشيين ازاي بالظبط. احنا دلوقتي اول حاجه خلاص بقى عندنا، كان عندنا ستريم اوف بيتس، عملنا لاين كودنج، ويعني بالتكنيك اللي احنا هنشتغل بيه دلوقتي، او يعني هنختار مثلا ان احنا هنشتغل بالبولر نان تن تو زيرو. لما احب ابعت 1 هبعت جي 1 اوف تي بالمنظر ده، بلس الامبلتيود بتاعها ايه طول ديوريشن التي بي، ولما احب ابعت 0 هبعت جي 2 اوف تي اللي هو بلس الامبلتيود بتاعها نيجاتيف اي طول ديوريشن الايه البيت بتاعي. طيب فانا لما هعمل لاين كودنج هيبقى ده كده الاستريم بتاعي اللي هو بي ايكوفالنت ل 1 0 1 1، دي كده الترانسميتد سيجنال اللي هتتبعت. الترانسميتد سيجنال دي هتتبعت ثرو التشانل بتاعتي، وبعد كده بعد ما السيجنال تعدي ثرو التشانل المفروض هتدخل على الريسيفر عشان اعرف انا كنت باعت ايه بالظبط. فاحنا بقى عايزين نعرف كده هو انا بعد التشانل ايه اللي بيجي لي بالظبط والريسيفر بيتعامل معاه ازاي. فمبدئيا كده لو اعتبرنا ان دي خلاص كده دي ات الريسيفر، دي كده ريسيف سيجنال عند الريسيفر، فاحنا لو هاسيوم ان التشانل ما عملتش اي حاجه في السيجنال، يعني ادي الترانسميتد سيجنال اهي انا استقبلتها هي هي بالظبط من غير اي تغيير، ادي عند تايم تي بي استقبلت بوزيتيف بالس 2 تي بي نيجاتيف، من تي بي ل 2 تي بي نيجاتيف بالس، من 3 من 2 تي بي ل 3 تي بي بوزيتيف بالس، من 3 تي بي ل 4 تي بي ايه بوزيتيف بالس. طيب انا عارف ان انا لو كنت عايز ابعت، او الترانسميتر لو كان عايز يبعت 1 كان هيبعت بوزيتيف ايه بالشكل ده، ولو كان عايز يبعت 0 كان هيبعت نيجاتيف ايه بالشكل ده، باذن انا وهو متفقين على اللاين كودنج اللي احنا ايه بنستخدمه. طيب فمتوقع كده انا كريسيفر هعمل ايه عشان اتكت انا كنت باعت ايه بالظبط. انا هشوف ان انا لو كنت باعت 1 هبعت بوزيتيف ايه، ولو كنت باعت 0 هبعت نيجاتيف ايه، فانا كده هحط زي ثريشولد ما بين التو ليفلز دول، فنيجاتيف ايه وبوزيتيف ايه الثريشولد ما بينهم هيبقى عند الزيرو، وهقوم واخد سامبل من كل بالص عندي، يعني عند كل تايم او عند كل تايم هاخد سامبل، هفترض مثلا ان هو في وسط البيت ديوريشن، سامبل هنا كده وسامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا، دول الفور سامبلز اللي ايه اللي هاخدهم، وهشوف هل السامبل اللي انا كل سامبل انا اخدتها دي هل هي اكبر من الثريشولد اللي انا كنت حاطه ولا اصغر. فاول سامبل دي لو اكبر يبقى اقول ان انا كده حاجه اقرب للليفل ده، يبقى انا كده هقول ان انا كنت باعت 1. طيب السامبل الثانيه اصغر من الثريشولد يعني اقرب للليفل ده ليفل نيجاتيف ايه على ليفل بوزيتيف ايه، يبقى اقول ان انا كنت باعت 0. السامبل دي اكبر من الثريشولد يبقى انا كنت باعت 1، السامبل دي اكبر من الثريشولد يبقى انا برضو كنت باعت 1. وطبعا الفاليو بتاعت الثريشولد ده يعني انا لو كنت شغال بلاين كودنج مختلف زي مثلا يوني بولر، فلو كنت ال 1 ببعته ب بوزيتيف بالس وال 0 زي مثلا امبلتيود بتاعها ايه وال 0 ببعته ب 0، يبقى ساعتها كنت هخلي الثريشولد بتاعي حاجه ما بين الاثنين، يبقى هيبقى مثلا عند a اوفر 2، يبقى ده ايه الثريشولد بتاعي. فطبعا الثريشولد بيحدد ان انا بفصل ما بين الليفل بتاع ال 1 والليفل بتاع ال 0، يبقى المسافه ما بينهم ايه ايكو ديستنس، تمام؟ او يعني احيانا مش تبقى ايكو ديستنس، بس يعني في اللي احنا شغالين بيه دلوقتي هيبقى ايكو ديستنس لما تخشوا، يعني انتوا في المنهج هتخشوا في حاجات ايه مور كومبليكيتد شويه عن كده. طيب ده كده اسيومنج ان انا اللي بستقبله عند الريسيفر هو هو بالظبط اللي انا بكون بعته من الترانسميتر، بس هو في الحقيقه احنا هنلاقي ان انا نتيجه ان انا عديت على التشانل، فالتشانل امبيرمنتس اللي كانت واحده منهم النويز هتاثر على الريسيف سيجنال عندي، انا مش هستقبل البالسز دي كده دايركت، لا انا هستقبل حاجه اللي هي البالسز دي بس قاعد عليها كمان ايه شويه نويزز بالشكل ده كده، يعني ده كده الاستريم اللي انا هستقبله. طيب فانا لما اجي هاخد السامبل بتاعتي بغض النظر بقى انا مثلا السامبل فوق تاخدها هنا، فمثلا السامبل دي هتبقى اللي هي دي مثلا فوق هنا تبقى هي دي السامبل بتاعتي، دي مثلا هنا هلاقي ان السامبل بتاعتي هي السامبل دي، هنا مثلا هاخد السامبل دي اللي هو في نفس الوقت بس نتيجه النويز بتاخد فاليو مختلفه مش هي الفاليو بالظبط، بس برضو كلهم لسه يعني اول سامبل دي لسه اعلى من الثريشولد هقول انا باعت 1 تمام، دي لسه اقل من الثريشولد هقول انا باعت 0 تمام، دي لسه اعلى من الثريشولد فباعت 1 كمان، دي اقل شويه بس ستيل اعلى من الثريشولد فبرضه هقول انا باعت 1 مفيش مشكله. فهنا لما النويز باور كانت قليله
يعني ايكوفلنت كده لما اجي احسب الريشيو ما بين السيجنال باور للنويز باور، ده احنا لو تفتكروا كده كنا بنسميها الاس ان ار، هلاقي ان الاس ان ار عاليه، فكده تاثير النويز مش كبير قوي، فانا بعرف اديكت انا كنت باعت ايه بالظبط. بس هو حقيقه احنا النويز باور مش بتبقى قليله قوي كده، لا احنا عاده بنلاقي ان الاس ان ار او النويز باور بتكون كبيره، فعاده بنلاقي ان الاس ان ار اللي هي الريشيو بين السيجنال باور والنويز باور بتكون اصغر شويه من ما كنا متوقعين المره اللي فاتت. فعاده مثلا هلاقي ان السيجنال بستقبلها حاجه ايه بالشكل ده نتيجه النويزز اللي حاصله كده مثلا. طب كده انا لما ارجع بقى ابص او اديتكت انا كنت باعت ازاي او انا كنت باعت ايه، برضه انا هحط ثريشولد عند الاوريجن، وانا وحظي بقى يعني انا هاخد سامبل، لو برضه قلت ان هاخد سامبل في النص فيبقى ادي سامبل هنا، هنا هاخد سامبل دي، هنا هاخد السامبل دي مثلا، هنا هاخد مثلا السامبل اللي في النص مثلا زي السامبل دي، يعني عند تايم تي بي برضو او تي بي اوفر 2 ده هاخد سامبل. انا لحد دلوقتي يعني حاطط كمثال كده، انا هاخد عند تايم تي بي اوفر 2، فهنا هلاقي ان انا اكبر من الثريشولد، فهقول انا كنت باعت 1 هنا، انا ستيل مش الفاليو دي بس انا لسه اقل من الثريشولد، فهقول انا كنت باعت 0، هنا لسه اعلى من الثريشولد فهقول انا كنت باعت 1، هنا انا بقيت اقل من الثريشولد فهقول ان انا كنت باعت 0. فهلاقي كده ان انا عملت ديتكشن ان الستريم بتاعي عباره عن 1 0 1 0، وانا في الحقيقه كنت باعت 1 0 1 1. فهنلاقي كده عندنا ان البت الرابع حصل فيه ايرور نتيجه ايه؟ نتيجه النويز اللي ظهرت. طب وخلي بالنا كمان ان النويز دي عاده بتكون حاجه راندم، فمعنى كده ان انا وحظي، يعني انا مش ضامن اصلا ان شكل السيجنال بعد ما بستقبل النويز هتكون حاجه بالشكل ده، لا هو ممكن الاقيها بقت اتغيرت مثلا بقت حاجه كده بيزد بقى على النويز باور قد ايه بالظبط، فيطلع حظي ان المره دي لما اخد السامبل عند التايم تي بي على 2 الاقي ان السامبل دي بقت اقل من الثريشولد، السامبل دي مثلا هنا لسه اقل من الثريشولد فتمام، السامبل دي هنا مثلا فلسه اعلى من الثريشولد تمام، السامبل دي اعلى من الثريشولد تمام، فلاقي ان الايرور المره دي يعني لما اخد السامبل اقول ان انا هنا مستقبل حاجه اقل من الثريشولد فمستقبل 0، هنا حاجه اقل من الثريشولد فمستقبل 0، حاجه اعلى من الثريشولد فمستقبل 1، حاجه اعلى من الثريشولد فمستقبل 1، فالمره دي تظهر عندي الايرور في اول بت مش في البيت الرابع وهكذا. بس يبقى كده الملخص اللي احنا بنقوله ده ان بيزد لو النويز باور كبيره وده في الاغلب هيكون حاصل، هنلاقي ان الفرق ما بين البوزيتيف ليفل اللي هي البوزيتيف ايه اللي هنا والنيجاتيف ايه اللي هنا بعد ما بيتقاد عليه النويز، السامبلز اللي باخدها ممكن ما تبقاش بتعبر لي عن السيجنال بشكل مظبوط، تخليني اخد ديسيجن غلط. فهنا بقى بيظهر دور الماتشد فلتر. طب هو ايه بقى دور الماتشد فلتر هنا؟ بصوا احنا دلوقتي قلنا من شويه ان انا باخد سامبل من كل سيجنال، فانا اللي فارق عندي ان في الوقت اللي باخد فيه السامبل بتاعتي اللي هو بغض النظر هيبقى لسه هنحدده امتى بالظبط، بس انا اللي فارق عندي ان في الوقت اللي هاخد فيه السامبل بتاعتي لو حتى النويز باور كبيره قوي يبقى في الوقت اللي باخد فيه السامبل بتاعتي، يعني مثلا لو افترضت ان ده الوقت بتاعي تبقى صغيره، برضو هنا نفس الكلام تبقى كبير قوي بس اجي في الجزء ده تكون صغيره، كده اجي هنا اي حاجه اي حاجه ماشي بس اجي في الجزء اللي هو باخد فيه السامبل بتاعتي تكون صغيره، كده اجي هنا اي حاجه اي حاجه اي حاجه بس اجي في الوقت اللي فيه اخد فيه السامبل بتاعتي تكون النويز باور صغيره. فلاقي ان مثلا لو افترضت ده مثال انا لسه ما حددتش دلوقتي الاوبتيمم سامبلنج تايم فين، بس لو افترضت ان ده الوقت اللي انا باخد فيه السامبل بتاعتي هنا وهنا 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 مثلا، يبقى النويز باور تاثيرها صغير، فلما النويز باور تبقى تاثيرها صغير مش هتاثر جامد، مش هتخلي السامبل او السامبل اللي باخدها تعدي الفاليو بتاعت الثريشولد فاخد ديسيجن ايه مظبوط. فبقى ده الهدف بتاع الماتشد فلتر، ان انا عايز اكون فلتر موجود في بحطه في الريسيفر، الفلتر ده الهدف بتاعه انه يماكسمايز السيجنال تو نويز ريشيو، يعني كانه بيكبر الريشيو بين السيجنال باور والنويز باور في الاوبتيمم سامبلنج تايم في الوقت اللي هاخد فيه السامبل بتاعتي. طيب احنا مش هندخل هو جه ازاي، بس احنا لقينا ان الماتشد فلتر يعني انا دلوقتي لو دي السيجنال اسمها جي 1 اوف تي اللي هو السيمبل اللي بيعبر لي عن البيت 1، لقينا ان ده اسمه لو جي 1 اوف تي فالاوبتيمم ماتشد فلتر للجي 1 اوف تي ده هنسميه اتش 1 اوبتيمم اوف تي، هو هيبقى عباره عن نفس الجي 1 اوف تي دي بس عاملين لها فليبنج اراوند الواي اكسس ومشفتينها بتايم تي بي ومضروبه بره في كونستنت. طيب الاتش اوبتيمم بتاع تاني سيجنال اللي هو السيمبل اللي بيعبر لي
عن ما بعد زيرو، هيبقى ايه برضو الفيتش فلتر بتاعه؟ هيبقى الماتش فلتر بتاعه هو عبارة عن الكي بس اوف جي 2 اوف تي بي ماينس تي. يعني احنا كده اول حاجة هنتكلم عنها ان كل سيمبل بنبعته ليه ماتش فلتر خاص بيه. لو دخلت السيمبل ده على الماتش فلتر فهو هيماكسمايز السيجنال تو نويز ريشيو اللي باخد عندها السامبل بتاعتي. طيب لو حبينا بقى نرسم، يعني لو حبينا نرسم الماتش فلتر بتاع اول سيمبل، يعني اول سيمبل ده اللي هو من 0 لتي بي هنا، لو حبيت ارسم الماتش فلتر بتاعي قلنا هنعمل ايه؟ هنفليب الجي 1 اوف تي اراوند الواي اكسس وبعد كده نشفتها بتايم تي بي. فلو هعمل السيمبل ده هعمل الكلام ده على تو ستيبس، فيبقى الستيب الاولى كده انا هفليب اراوند الواي اكسس، فبدل ما ابقى من 0 لتي بي هبقى من نيجاتيف تي بي لحد الزيرو. طب بعد كده هقوم مشفت السيجنال بتاعتي كلها تو ذا رايت هاند سايد بفاليو تي بي، فهلاقي ان السيمبل بتاعي رجع بالشكل ده. بعد كده يعني دي كده بالنسبه لي هي الكي، او سوري دي مش الكي بقى، دي الجي 1 اوف نيجاتيف تي وده بعد ما شفت هتبقى عبارة عن الجي 1 اوف تي بي ماينس تي، وكمان بالمرة لو ده الامبلتيود بتاعي كان ايه فانا هعمل له سكيلينج كمان بكي، فيبقى انا الامبلتيود بتاعي هنا هيبقى عبارة عن كي في ايه، فيبقى كاني ضربت الكلام ده كله ايه في كي. فده بالنسبة لي ما هو الا ايه، ما هو الا الاوبتيمم ماتش فلتر بتاع اول سيمبل عندي. طب بنفس الطريقة كده يبقى انا الجي 2 اوف تي لو عايز اجيب الماتش فلتر بتاعه يبقى هقلب اراوند الواي اكسس، فيبقى من نيجاتيف تي بي لحد الزيرو، وبعد كده هقوم مشفت بتايم تي بي، يبقى هيبقى عندي حاجه بالشكل ده اللي هو نفس الشكل الاصلي بس مضروب فيه كي، فيبقى ده كده ال h 2 اوف تي. لو جينا كده نرسمه بقى هنا بدقه شويه هيبقى عندي حاجه ده بالشكل ده كده، وده كده كي في ايه، ده كده ال h 1، وده كده هنا ال h 2 هيبقى نفس الشكل الاصلي بس متشفت، سوري بعمل له سكيلينج بكي. طيب ده كده التو ماتشد فلترز بتوعي. طب احنا دلوقتي بنكليم ايه بقى؟ بنكليم ان لو السيجنال بتاعتنا اللي هي الجي 1 اوف تي دخلت على الماتشد فلتر ده، سيجنال دخلت على فلتر يعني حصل ما بينهم كونفوليوشن، فالاوتبوت هيحصل له ماكسمايزيشن للاس ان ار بتاعته عند الاوبتيمم سامبلينج تايم، والاوبتيمم سامبلينج تايم دي ان هي عند تي بتساوي تي بي. تمام. طيب ولو دخلت جي 2 اوف تي على الماتش فلتر الخاص بيها اللي هو اتش 2 اوف تي، ساعتها هيحصل برضو ماكسمايزيشن للاس ان ار بتاعت الجي 2 اوف تي عند الاوبتيمم سامبلينج تايم اللي هو تي بي. تمام. طيب اول نقطه بس عشان يعني الناس ما تبقاش متلخبطه، هو الناس هتقول لي يعني ما هو الجي 1 اوف تي هو هو الاتش 2 اوف تي، سوري هو هو الاتش 1 اوف تي، وهنا الجي 2 اوف تي هو هو الاتش 2 اوف تي، فيعني هو هل الماتش فلتر دايما هيبقى هو نفس السيجنال بس مجرد اعمل له سكيلنج بكي؟ لا، هي الفكره مش في كده، هي الفكره ان احنا عشان المره دي كان اللاين كودنج اللي احنا مستخدمينه التو سيمبلز بالشكل ده، فده عمل لي حاجه بالمنظر ده. بس لو افترضت مثلا ان اللاين كودنج، وده انتوا هتعملوه بقى لكل اللاين كودنج تكنيكس اللي احنا خدناها، لو افترضت ان انا عندي اللاين كودنج مثلا اللي هو المانشستر، فالسيمبل بتاع ال1 كان حاجه بالشكل ده، فانا لو حبيت ادي كده ده جي 1 اوف تي بتاع المانشستر كودنج، لو جبت عملت له فليبنج اول حاجه كده اراوند الواي اكسس، فهيبقى عندي حاجه بالشكل ده كده، وبعد كده يبقى ده كده الجي 1 اوف نيجاتيف تي، وبعد كده هقوم شفيته التايم تي بي واعمل له سكيلنج بكي، فهيبقى عندي حاجه بالشكل ده. ده كده هنا من نيجاتيف تي بي لحد زيرو، ده هنا هيبقى من زيرو لحد تي بي، ويبقى ده كده لو الماجنتيود هنا بقى كي اي وهنا نيجاتيف كي اي، فده كده بقى بالنسبه لي هو الاتش 1 اوف تي في حاله المانشستر كود. فلما اجي ابص على الجي 1 اوف تي والاتش 1 اوف تي، لا هما مش نفس الحاجه، بس في الاخر دايما الريليشن اللي بتربطهم هي الريليشن دي. طيب ده كده يبقى انا لاي لاين كودنج تكنيكس انا هعرف اجيب الماتش فلتر لكل سيمبل موجود عنده، مفيش مشكله. طب انا بقى هستخدم الكلام ده ازاي عشان اماكسمايز الاس ان ار؟ لو افترضنا ان دي الانبوت سيجنال اللي داخلالي، اللي هي دي كانت الترانسميت سيجنال اللي مبعوت. طب انا في الاول هستخدم الماتش فلتر الخاص ب جي 1 اوف تي اللي هو اتش 1 اوف تي.
وهدخل عليه السيجنال بتاعتي كلها. انا اصلا في الريسيفر انا مش عارف انا بعت في كل وقت 1 ولا 0، فانا مش عارف ايه اللي مباوت لي. فانا كاني كده هدخل السيجنال دي كلها على الماتشد فلتر اللي هو بتاع اتش 1 اوف تي لوحده خالص. طب ايه الاوتبوت اللي هيطلع؟ انا كاني كده بعمل كونفوليوشن ما بين السيجنال دي هسميها مثلا اس 1 اوف تي اللي هي الترانسميتد سيجنال كلها والاتش 1 اوف تي. ففي اول بالس دي كده انا بعمل كونفوليوشن ما بين البالس دي والبالس دي طول ديوريشن تايم تي بي. احنا لو جينا رسمنا ادي كده عند تي بي 2 تي بي 3 تي بي 4 تي بي، يبقى في اول ديوريشن كده من 0 لتي بي انا كاني، ولو افترضت ان ده ايه وده كده كيف ايه، يبقى انا كاني باخد الكونفوليوشن ما بين سكوير وسكوير، فهيطلع عندي ستريت لاين بالشكل ده، والفاليو بتاعته هنا هتبقى ليها ماكسيمم فاليو، والفاليو هتبقى عباره عن كي اي سكويرد في ال تي بي اللي هو الريزلت بتاع الكونفوليوشن ما بين الاثنين. طيب بعد كده هيبقى الستيب اللي بعديه يحصل كونفوليوشن ما بين الماتشد فلتر والنيجاتيف بالس دي، فده هيديني نيجاتيف كي اي سكوير في تي بي عند تايم 2 تي بي هنا. فكاني كده هنزل كاني كده هنزل بالشكل ده كده، وتبقى النود دي كده عند نيجاتيف كي اي سكوير في تي بي. طب بعد كده هيحصل كونفيوشن ما بين البالس بتاعتي والجزء ده من السيجنال، فبرضه هيفضل يكمل يكمل هيفضل مكملين. معلش خلينا نمسح ده كده، هفضل مكمل كده لحد ما اوصل لايه، لنفس الفاليو الاساسيه. هو المفروض يعني المفروض ده تراينجل، بس معلش انا مش عارف ارسمه بالبين قوي، بس انا المفروض هوصل كده لنفس النود هنا كده. طب بعد كده البين اللي بقى او النود اللي بعديه انا بعمل كونفيوشن ما بين الريكتانجل ده والريكتانجل والبالس بتاعتي، هياخد نفس الفاليو فيفضل مكمل بالشكل ده. بعد كده خلاص الترانجل بتاعي او السكوير بتاعي تبتدي تطلع، فهقوم طالع بره بالشكل ده. فهلاقي ان انا عند تايم تي بي ادي كده عند تايم 2 تي بي 3 تي بي 4 تي بي اللي هي الاوبتيمم سامبلنج بوينتس انا بتكلم عن ده. فلما ياخد بقى السامبلز يعني ده كده الاوتبوت اوف الماتشد فلتر بعد ما عملت له كونفوليوشن للسيجنال مع الماتشد فلتر. فلما ياخد سامبلز بقى من الاوتبوت بتاع الماتشد فلترز عند الاوبتيمم سامبلنج بوينتس احنا قلنا هي عباره عن تي بي 2 تي بي 3 تي بي 4 تي بي، فانا هلاقي ان دي الماكسيمم لما اكون باخد مدخل السيجنال بتاعت او مدخل السيجنال هي عباره عن ماتشد مع الماتشد فلتر ده، هلاقي ان هو مديني ماكسيمم فاليوز اللي هي هنا وهنا وهنا. طب لو مدخل السيجنال الثانيه اللي هي مش ماتشد معاه في السيناريو بتاع البولر نار ريتيرن تو زيرو، هلاقي ان هو عامل ليها مينيمايزيشن مطلعها اقل حاجه. بس لو انا كنت مدخل حاجه ثانيه هلاقي ان دايما ان اللي انا ماتشد معاه، لو يعني انا لو مدخل سيجنال ماتشد مع الفلتر ده هيطلع لي ماكسيمم فاليو، بقيه السيجنالز هتطلع لي حاجه اقل. فكده يبقى انا قدرت فعلا اعمل ماكسمايزيشن للاس ان ار عند الاوبتيمم سامبلنج تايم اللي هو لما التي بتساوي تي بي. فده كده ببساطه فكره الماتشد فلتر. طيب انا دلوقتي يعني انا خلاص انا معتبر دلوقتي ان تمام انا السيجنال دي اللي انا استقبلتها ونتيجه ان انا مش حاصل عليا او يعني نتيجه ان انا كده عملت ماكسمايزيشن للاس ان ار، فمتوقع كده كان السيجنال تو نويز ريشيو بقت كبيرة في الوقت اللي باخد فيه السامبل بتاعتي، فكده متوقع ان عدد الايرورز هيكون قل. ليه؟ عشان انا خلاص انا كاني دخلت السيجنال بباور اعلى، بس انا ما عملتش كده، انا استخدمت فلتر عمل لي ماكسمايزيشن للاس ان ار. فعشان نقارن يعني نشوف بقى هل الماتش فلتر ده فعلا ليه تأثير ولا هو مش مؤثر، لان انا كنت اخدت الريزلت بتاعتي من الاوتبوت بتاع الماتش فلتر او اخدت الريزلت بتاعتي من الاوتبوت هنا دايركت، هل اللي هي الاوتبوت قبل بقى ما نعمل ماكسيميشن اس ان ار، هل الاثنين هيدوني نفس عدد الايرورز ولا عدد الايرورز هيقل لما استخدم الماتشد فلتر؟ عشان نقارن كده احنا بنحسب بمتريك جديد اسمه البيت ايرور ريت. ايه البيت ايرور ريت ده؟ هو الريشيو ما بين الايرور بيتس اللي حصلت في الاستريم اللي انا بعته والتوتال نمبر اوف بيتس اللي انا ببعتها. يعني لو افترضت كده ان انا في الترانسميتر بقى مش بعت 4 بيتس بس، لا انا بعت مثلا 10111010101001 وهكذا، سي مثلا بعت سي 100000 بيتس، فانا هدخل السيجنال دي كلها في الريسيفر على الماتشد فلتر
وبعد الماتش تفلتر مره هاخد ديسيجن، او يعني هاخد سامبلز اشوف انا كنت بعت ايه بالظبط، فهيطلع عندي زي مثلا ستريم ما زي مثلا 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1، فهلاقي ان حصل عندي ايرورز في اللوكيشن ده واللوكيشن ده وبس، مفيش حاجة تانية حصل فيها ايرورز. فهقول يبقى ساعتها هقول لو طبعا ده مكمل ل 100000 بت، فساعتها هقول ان في ال 100000 بت ده حصل ايرور في 2 بيتس، فيبقى في الحالة دي كده البيت ايرور ريت هيساوي النمبر اوف بيتس اللي حصل فيه ايرورز اللي هو 2 على ال 100000. تمام. طب في الكيس التانية هبعت نفس الاستريم بالظبط، بس هاخد ديسيجن من غير ما ادخل السيجنال على الماتش فلتر، يعني هاخد سامبلز من السيجنال دايركت، يعني طبعا السيجنال هيبقى عليها نويزز هنا وكل حاجه، فهاخد سامبلز من السيجنال دايركت واشوف واخد ديسيجن انا كنت باعت 1 ولا 0. فسي مثلا هيطلع عندي ان الاستريم عباره عن 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 مثلا. فبرضه ساعتها هشوف انا عندي كام بيت في ايرور، سي مثلا ادي البيت الثاني في ايرور، البيت الرابع في ايرور، وافضل بقى اكمل. سي مثلا هفترض انا مش هعدهم دلوقتي يعني عشان الوقت بس، يبقى سي مثلا طلع مثلا عندي 10 بيتس فيهم ايرور، فساعتها يبقى البيت ايرور ريت عباره عن 10 على 100000، على ان البيت ايرور ريت في الماتش فلتر هيبقى الفاليو طالعه اقل لان عدد الايرورز قليل كومبيرد لو انا مش مستخدم الماتش فلتر. فاحنا بقى في التو سيناريوز دول هنجريت 100000 بت، وهنشتغل بقى براكتيكال نحسب هيحصل عندنا كام ايرور في كل سيناريو، ونشوف البيت ايرور ريت في كل كيس هيبقى قد ايه بالظبط، فنشوف ايه الفايده بتاعت الماتش فلتر عباره عن ايه بالظبط. بالاضافه ان كمان في كل مره نقدر نزود النويز باور، يعني في كل مره هدخل نويز باور معينه واحسب البيت ايرور ريت مره بالماتش فلتر ومره من غير الماتش فلتر، واحسب البيت ايرور ريت في كل سيناريو عشان اشوف انهي اكبر. بعد كده هبتدي اعلي في النويز باور، فبالتبعيه في الحالتين اكيد عدد الايرورز هتزيد لان انا كده كده بعلي اصلا في النويز باور، وبرضه هبتدي اقارن البيت ايرور ريت عند النويز باورز المختلفه. فده كده هيكون تاني بارت في اللاب. احنا اول بارت زي ما اتكلمنا في الاول هندخل نشوف اللاين كودنج تكنيك بتاع كل واحد من دول، بعد كده هنبتدي في جزء الماتش فلتر هنجنريت ستريم اوف بيتس بتكنيك معين من اللاين كودنج تكنيكس، ونشوف بقى لو بنستخدم ماتش فلتر هيبقى شكله عامل ازاي، نشوف الاوت بتاع الماتش فلتر هيبقى شكله عامل ازاي، ونشوف البيت ايرور ريت في كل سيناريو شكله عامل ازاي. فده كده ان شاء الله احنا هنكمله في اللاب الاسبوع ده، واشوفكم بقى باذن الله في اللاب نفسه. يلا سلام عليكم.